سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، واهلا بكم مرحبا ببرنامجكم الشيف. النهاردة هنعمل كسكسي بالريش الضاني. تعالوا نشوف ما قدرنا وشوف هنعمله ازاي مع حضراتكم. عندي ريش ضاني وكسكسي، بصل وكوسة وجزر وبطاطس وقرع عسل وبتنجان، سمنة كريستال الصفرة، عندي كركم ملح وفلفل، عندي كزبرة خضراء، بودرة زعفران. زي ما حضراتكم شايفين المقادير كده ونشوف هنعمل. انا عندي حلين او حاجتين ممكن اعمل بيهم الكسكسي. ممكن اعمله زي طريقة الرز العادية، اسخنه مع حبة زبدة وبعد كده اسيب شوربة، وممكن اعمله على البخار، ولكن انا بحب اكون عامل شوية وبايه بحاول ما اضيعش وقتي في حاجات هايفة. المهم في النهاية اطلع الحاجة صح، في النهاية تطلع حاجتي صح كده. حطيت الكسكسي بتاعي، وادي معلقة سمنة كريستال اهي عشان يطلع مفلفل معايا. ممكن بعد كده اسقيه بلبن بمية زي ما انا عايز، مش هتختلف عندي الامور. ليه؟ لان انا كده كده عامله صح. يبقى في تلك الحالتين يسخن الاول عندي يطلع معايا زي الفل كده. يبقى مش من اولها الراجل جايب لي طقم حلل الجديده لسه عزيله واستخدم فيها معلقه وابوظ الدنيا، وبعدين بتوع الاكسسوار استنوني بره المدينه، يبقى لازم استخدم المعلقه الخشب دي. بس خدنا بيها السمنه نرجعها تاني مكانها. يبقى كده زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو بسخن. لازم يسخن عندي كويس قوي، لازم يسخن عندي كويس، وادعمه بمكعب مرق عشان خاطر يطلع كاني عامله بالشوربه اهو. كده اهو اقلب عشان ما يتحرقش مني، خلي بالكم. زي ما حضرتك كده شايفين كل حاجة ماشية بالطبيعة. عايز افتت المكعب المرق اللي حطيته. اهو بدأ يشتغل معايا، عندي الميه بتاعتي تنزل انزل بيها واخليه يشتغل على الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. زي ما حضراتكم كده شايفين اهو، اديله كمان شوية مية كده اهو. خليه بقى اوطي عليه عشان يشتغل على الهادي خالص. طيب يبقى كده حضراتكم اول وجبه عملناها، اللي هو لسه هنشتغل معاه ونشوف هنعمل ايه. الو يا ست منى. ايوه مساء الخير يا شباب. نعم يا فندم. بقول لحضرتك ايه، ممكن اعرف طريقه الكسكسي بتتعمل ازاي؟ انا بعمل النهارده انا معايا كسكسي حضرتك، خليكي معايا. الكسكسي نفسه؟ لا الكسكسي نفسه حضرتك ده عايز حله وعجينه وبخار وفوطه ونعمل مصفه وحدوته كده، ملهاش لازمه، مش محتاجه خالص حضرتك ان انا اعملها. طالما الكسكسي عندي رخيص مش غالي يبقى مش لازم اعملها، لان هعملها تاخد وقت ودبكه وطبعا هتضيع عندي وقت البرنامج، يبقى ما عملناش حاجه. احنا بنعمل
الصح اللي هو الصالح العام. ده بجيب كيلو او عبوه في منه مستورد وفي منه مصري مش غاليه، يعني بتبدا من 7 جنيه ل 12 جنيه. بالتالي مش محتاجه خالص عندي ان انا اعمل حدوته وابدا اجيب واعمل واجيب مصفى واحط لها ميه على البخار وابدا احط، يعني شغلانه ملهاش لازمه ولا لهاش عازه، وفي النهايه العمليه مش عويصه اول درجه. طيب كده عندي حله تانية، نبدا نعمل بقى ايه؟ الصوص بتاع الكسكسي. نعمل الصوص بتاع الكسكسي. النهارده حلقه مميزه وليها مزاج خاص، ويا رب نركز مع حضراتكم عشان نطلع حلقه مع بعض جميله. ادي بصل اهو مكعبات واضحه، لا هي صغيره ولا هي كبيره كده. عايز البصلايه تبان معايا في الاكل، شكلها يبان معايا في الاكل. يا ست ليلى صباح الخير، ازيك شيف شيف؟ صباح الفل يا ست ليلى، كل سنه وانت طيب. بعود الايام يا فندم. بقول لك يا شيف شربيني لو سمحت. نعم يا بعد البرامج لما بييجوا يكتبوا الطريقه بيكتبوها باللون الابيض فبتبقى مش باينه. باللون الابيض؟ يا ريت لو يكتبوها مثلا بلون غامق. حاضر. تبان اكتر. حاضر يا فندم. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا فندم. بعود الايام. الله يخليك. وصلت رسالتك على عيني، تحت امر سعادتك وصلت الرساله. طيب كده هنا ادي شويه سمنه صفرة بحط كده، هرفع انا عندي شوايه شغاله احط عليها الكسكس عشان ما يلدعش مني او يتحرق اهو، واجيب بدي كده قدام مني عشان اشتغل مع حضراتكم واحده واحده اهو. كده احنا قطعنا البصل قطعه كبيره، هنا نقلب بقى. ادي الكسكسي بتاعي مفلفل اهو، ولا جبنه شاشه ولا عجين ولا لزقنا ولا عجننا ولا قعدنا نبس. يعني يا جماعه انا شخصيا بقول طالما الحاجه سهله ما فيش داعي ان احنا نعمل حدوته ونشغل نفسنا بحاجات هايفه. طيب ما خدش وقت كتير مني ومش غالي اهو. طيب كده هنا اغطي عليه كده. نعم يا فندم. طيب اخد فاس وارجع لحضراتكم تاني، اقعد ورا المحطه ولا تروح في حته. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حطينا طبعا الريش هنا مع البصلايه، وادي شويه بودره زعفران، ادي شويه كركم. بعد كده عند الخضروات الجميلة دي اهو، ادي قرع عسل. نقلب بس الاول تقريبا اهو. صلاتك يا سيدنا محمد. اطفي السيجارة يا رومون، احنا صايمين. شفت لما الواحد ممكن يتبلع الواحد ممكن وديه ده. مش انت عايز كده يا هشام؟ ارتحت كده يعني؟ لما وقعنا الراجل في مشكله هو صايم زينا. المشكله بقول له امبارح لرومون يا جماعه تعالى دوق معايا دي، لقيت بقول له يا عم انت بتضحك عليا ده انا صايم. قلت صلاه النبي الحمد لله احنا صايمين زي بعضينا، عشان لا هو يبص لي ولا انا ابص له. واحد عايز يذبح واقف هناك. انت بتزعل الناس منك ليه يا روماني كده؟ الناس زعلانه كلها منك ليه؟ عامه يا ابني انا مش عايز اضايقك، حبه حمص دول بزودهم اهم
عشان تطلع الاكله حلوه وجميله ادي شويه الشوربه، يعني معلقه صغيره طماطم عشان تلون لي الدنيا تبقى الدنيا حلوه معايا اهو كده. مش عايزها صيصه كتير، حطينا قرع عسل وكوسه وجزر اهو، كل ده موجود اهوت، وحطينا حبه حمص مسلوق. اوعي تحطي ني، ادي شويه ملح، شويه فلفل، شويه شطه، شويه بهارات، يعني اللهم صل على حضره جمال النبي اللي هياكل منه النهارده هيدعي على هيدعي له ولا ايه؟ ست ليلى. ايوه. سلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وانت طيبه يا ست ليلى. الله يخليك. اموريني يا فندم. ممكن اقول ملاحظه كده؟ نعم. ممكن اقول ملاحظه؟ تقولي ايه يا فندم؟ ملاحظه. اتفضلي يا فندم، اتفضلي يا فندم. اقول لحضرتك ايه؟ الله يفنى. البرنامج بتاع اماني اماني ديت رفعت مش بيفيد الجمهور بحاجه خالص، ولا بتعمل حاجه كويسه ابدا الجمهور يستفيد بيها. والله ده راي حضرتك انا بحترمه، لكن في ناس كتير قوي بيقولوا والله بتشتغل كويس، فانا طبعا ما اعرفش ابقى مع مين ولا مع مين، لكن صراحه حقيقي كل الناس بتشكر في الوليه، لكن كون حضرتك ما بتشكريش فيها ده موضوع تاني. لكن طب قولي لي اعمل ايه؟ احنا هنشوف الاغلبيه دلوقتي حضرتك وفي الحلقه اللي احنا شغالين فيها حتى، وهنشوف رد فعل الساده المشاهدين ايه، بعد كده ناخد بكلام حضرتك ونقول الدنيا ماشيه ازاي. بشكرك على اتصال حضرتك، كل سنه وانت طيبه، ربنا يقدرك على فعل الخير. طيب ام حمدي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست ام حمدي ازي كل سنه وحضرتك يا ست ام حمدي. انت طيب وانت طيب والصحه والسلامه. بعود الايام يا ستي. انت بالصحه والسلامه ربنا يكرمك. اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ انا عايزه بس عايزه اعرف طريقه التوميه. ولا يهمك، على عيني على عيني يا راسي. يا رب. ممكن طب اعمل اهداء يا شيف شربيني؟ نعم. ممكن اعمل اهداء؟ اتفضلي يا فندم. طبعا اكيد الهوا بتاعك. يا رب يخلي يا رب يخليك. بعمل اهداء في السعوديه لمين؟ الحاج عبد الله مدني بقول له الف مبروك، والحاج حسن مدني بقول له الف مبروك، وبقول لمحمد مبروك على المولود زين. على المولود الجديد يعني؟ ايوه ببارك لهم. طب سموه ايه؟ زين. زين؟ ايوه. زين ايه؟ زين محمد عبد الله. مبروك لزين محمد عبد الله المولود الجديد اللي شرفنا. ما تسموه رمضان بقى، تسموتوه ايه؟ ما بقول لك سميناه زين. سموه ايه؟ زين. زين جون. زين 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 يا شيف شربيني. زين زين زين. أيوه والله زين. يا شيخة والله زين زين. وبشكر بقى جدهم الحاج عبد الله مدني والحاج حسن مدني. صباح الفل يا ست، الف مبروك وعقبال ما يخويه، وكل سنه وحضرتك طيبه بعود الايام. بشكرك يا فندم على اتصال حضرتك، ميرسي ليك يا فندم. كده هاخد بس واحده كده على الفاضي اهي. اهو طيب كده هنا ادي البتنجان بقطع قطع كبيره كده اهو، وعندي حبه كزبره خضراء مش هحطهم دلوقتي الا بعدين. يا ست مروه. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا ست مروه. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا فندم؟ انا حضرتك طيب. بعود الايام يا اختي. رب يخليك. اتفضلي يا فندم سؤال حضرتك. كنت عايزه اسال بس على اللازانيا، وعايزه اعرف انا عملتها طبقات ليها بشاميل ولحمه مفرومه. نعم؟ اللازانيا. مالها؟ كنت عايزه اسال على الطريقه بتاع اللازانيا. اللازانيا حضرتك بنعملها لحمه مفرومه وبنعمل لها سبانخ مع بعضهم الاثنين. طب هي انا مش عارفه اكلها بالشوكه ولا بالمعلقه ولا ايه؟ لا بالشوكه عادي، اللازانيا بالشوكه. وبعدين اقول لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه لنا بناكل بالشوكه بالمعلقه بايدينا، ما بنحبس العمليه يعني، لكن المفروض تحط لها على السفره شوكه.
لو انت عايزه تنسقي السفره بتاعت حضرتك، اللازانيا نوع من انواع المكرونات، والمكرونات بتاكل بشوكه ومعلقه، يعني السباكيتي بياكلوها بالشوكه والمعلقه. ازاي؟ بيمسكوا الشوكه وجواها المعلقه وبيلفوا بيها بتاكل كده. لكن احنا بالنسبه لنا عندنا يعني بناكل بايدينا بالشوكه بمعلقه، ما بتفرقش عندنا، المهم احنا ناكل بس. فحضرتك اللازانيا من انواع المكرونات، والمكرونات بتاكل بالشوكه. بشكر حضرتك على اتصالك، شكرا ليك. كده هنطير على مراكو او مراكش او المغرب الشقيق. عندهم أكلة جميلة جدا وبيسموها بستيليا. بستيليا دي من ضمن الأكلات الحلوة الجميلة. فين يا أستاذ إبراهيم سكر البودرة؟ فين؟ تحت عندي؟ طيب البستيليا هقول لحضراتكم عليها دلوقتي. عندي صدور فراخ، نشوف مقاديرنا على الهوا. عندي جلاش، دجاج، بيض، بقدونس، بصل، لوز، سكر بودرة، قرفة ناعمة، زبدة، ملح وفلفل. طيب مهم جدا حضراتكم السكر البودرة والزبدة، وهنشوف دلوقتي هنعملهم ازاي. هنا اشيل حبة دول عشان بدل ما هم قلقين كده. الفراخ بتاعتي هقطعها قطع صغيرة، بحط البصل على النار الاول تصفر، طبعا في المغرب بيعملوها بالحمام، بيعملوا الحمام روستد الاول، بيدوله شويه بودر زعفران او شويه كركم، وبيسووه مع البصل اللي يخني كده، اللي انا بعمله زي اللي بعمله كده، والبصل اللي يخني دوت بيفضل معاه وراه لغايه ما بيستوي خالص، بيشيلوا منه بقى الحمام ويفصصوه ويطلعوا الجلد والعظم منه ويحطوا اللحم بس في نفس البصلايه ديت، ويروحوا مكسرين فيها البيض زي الشكشوكه، يكسروا فيها البيض زي الشكشوكه، وبعدين يدوا شويه بقدونس، يدوا شويه لوز محمر، ويبداوا يشتغلوا بمزاج. الاكله دي جميله جدا وحلوه، وانا شخصيا كنت طول ما انا في المغرب كان ناس حبايبي كده بيبعتوا لي طبق هديه، فكنت باكل وحطه في التلاجة اللي يفيد مني، واقوم في اي وقت اكل منه، كان بيبقى طعمه جميل ظريف. ادي اللوز بتاعي لازم اجرشه، ادي الزبدة بتاعتي اهي، نفس طريقة الجلاش اللي احنا عندنا اللي احنا بنعمله، او اللحمة بالجلاش اللي هي اللحمة المعسجة اللي عملتها قبل كده، نفس الطريقة بس بيبقى طعمه جميل جدا. وطبعا عندنا مدام غدا التل خبيرة طبعا، لان هي اصلا مغربية، واكيد بتعمل احسن مني الحاجات دي، ويا رب ما تعلقش عليا النهاردة تكون بتتفرج عليا. نعم؟ انت جبت الشمال اليمين، ما علينا. طيب ماشي، حقك عليا، انا قلبت من المغرب على الاردن. طيب اخد فاس وارجع لحضراتكم تاني. والله المحطة اطلعوا في حتة. We'll be right back.
رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل وهنعمل شوربة الحريرة. شوربة الحريرة يا جماعة مكتوب عندي هنا المقادير: لحم بقري، عندي بصل وتوم وبقدونس ونعناع، عندي حمص مسلوق، وعندي عدس بجبة، عندي كزبرة خضراء وطماطم ومرق، عندي ملح وفلفل وزيت زيتون. هنعملها ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. هنفرم توم مع بصل يكون ناعم. وبس عايز اوجه عناية السادة المشاهدين بالنسبة ان في ناس بيبقوا متضايقين من وجودنا على الشاشة، فانا بقول لحضراتكم اللي بابا ملوش مزاج يتفرج على برنامجنا سهل جدا يغير على اي قناة تانية عشان ما يضايقش نفسه ويبقى متضايق. فممكن سهل جدا خالص بايده الريموت كنترول ويغير المحطة ويتفرج على اي قناة تانية.
عشان ما نبقاش اوفر على حد ويبقوا مرتاحين نفسيا. لكن اللي ليه مزاج يتفرج اهلا وسهلا على انه ورثنا مفيش اي مشاكل خالص. طبعا احنا بنحترم راي كل الساده المشاهدين كبير وصغير. الاراء اللي بتتقام بنعملها عليها احترام وكل التقدير، ليها احترام وكل التقدير، بس احنا ما بنفرضش نفسينا على حد. اللي عايز يتفرج احنا خدامينه، واللي مش عايز يتفرج برضو احنا خدامينه. عندي هنا شوية زيت زيتون، ادي البصل بتاعي، شوربة الحريرة النهاردة دي شوربة جميلة، انا شخصيا بحسبها وجبة كاملة متكاملة، بحسبها طبيخ مش شوربة، لان بتبقى فيها عناصر غذائية كاملة وجامدة جدا كده. الكسكسي بتاعي استوى، يا ماهر سلام عليكم. وعليكم السلام يا شيف شربيني، ازي حضرتك عم ماهر؟ ازاي حضرتك يا حبيبي؟ ازيك يا شيف شربيني، ازي حضرتك؟ كل حضرتك طيب، كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي. والله العظيم انت جميل جميل جميل، وطبعا مش كل حد هيهاجم ان احنا ناخد على كلامه يعني. لا لا لا, لا احنا تحت امر نتكلم. الناس كل سنه هم، احنا بنقول لكل الناس كل سنه هم طيبين. على عيني وراسي اي حد ينقضنا احنا خدامينكم. اكيد، بس حضرتك والله من اجمل الناس اللي بتقدم برامج اكل يعني، بجد والله العظيم يعني. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك، الله يخليك، منور الدنيا وكل سنه وحضرتك طيب. وعوده الايام يا حبيبي، ربنا يجبر بخاطرك، ربنا يخليك. شكرا ليك. اي اتصال ليك؟ اي سؤال؟ بستفسر بس عن عمل الديك الرومي بس. على عيني يا فندم، حاجه تانية؟ شكرا ربنا يخليك، بشكرك يا فندم، بعودة الايام يا حبيبي. شكرا يا حبيب قلبي، اشكرك على اتصالك. كده هنا عندي طماطم دي، كده انا بس عايز الفت نظر حضراتكم لو تعرفوا مدى الشقة والتعب اللي بنقوم بيه انا وفريق الاعداد والمساعدين بتوعي عشان نطلع حلقة واحدة بس من الحلقات، مش هتصدقوا. اي ست بيت النهاردة بتحتار في بيتها عشان تقول هناكل ايه، وواحدة بس في البيت عشان بيتها. من احنا عندنا الحمد لله بنعمل في اليوم 8 اكلات و9 اكلات وعلى قناتين، لان ده بيتنا، ده القناة دي او القناة دي، ده بيتي انا. لكن ربنا يعلم الفريق الاعداد اللي معايا والمساعدين، انا عندي ناس بيجوا من بالليل يشتغلوا المساعدين بتوعي والله العظيم ثلاثه، وما حد فينا بيعرف ينام ولا يقدر يحط دماغه الا لما يكون عارف بكره هيعمل ايه ويطلع الناس ايه ونطلع حلقه تراضي الساده المشاهدين. يعني ست هانم اللي هي مش عاجبها وظهورنا على الشاشه، احنا والله كان بودنا ان احنا نريح في رمضان، لكن ده بس يعني موسم ولازم الناس كلها تكون مبسوطه، وده رغبه الساده المشاهدين ان هم حتى لغوا اجازتنا في رمضان. يعني احنا مثلا المفروض لنا اجازه اسبوعيه، والله ما بناخدهاش. النهارده الجمعه يعني على سبيل المثال، وشغالين معاكم على الهواء ليه؟ عايزين نعمل اي حاجه تراضي حضراتكم، لان حاسين ان انتوا عايزين كده. يعني احنا مبسوطين عشان عارفين ان انتوا عايزين كده. طيب كده هنا ادي اللحمه بتاعتي بنزلها، كله بشوحه، كله بشوحه اهو. دي شوربه بس جميله وحلوه، ادي مكعب مرق. بعد كده عندي هنا البقوليات والطماطم. يا عم عسكر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا عم شربيني يا عسل. ازيك يا عم عسكر يا جميل؟ الله يخليك. خلي بالك اعداء النجاح بيبقوا فيه برضه، بيبقى جزء قليل، بس انت اكبر من الكلام ده كله يا بس. لا يا عم احنا تحت امركم يا عم. بيبقوا اعداء النجاح. لا 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 عادي يا سيدي، انا دلوقتي انت راجل بتشوفني بتتعصب، مفيش داعي تشوف المحطة غير. طيب ده انت واسرة البرنامج بتاعك والناس بتتعلم منهم الاحترام يا باشا. اذكر الله ونعم بالله. اذكر الله ونعم بالله. ما هو كل حاجه بتبقى معروفه والله. والله يا عم الحاج، عم الحاج، عم الحاج ممدوح. نعم كل حاجه معروفه، ومين بيتكلم ومين ما بيتكلمش، واللي بيقول واللي بيد، الحاجات دي كلها احنا عارفينها.
طبعا يا باشا. اه يعني دي مفهومه جدا. وبعدين بنقول حاضر، طب ما كويس ان هم بيقولوا حاجه زي كده عشان نشوف واحد زي حضرتك وواحد زي الاخر يتكلم، والناس الحلوه اللي بيتكلموا في حقنا الله يخليك بيظهر. يعني احنا عايزين ناس تقول كده كتير يعني. عاوزين بقى بعد اذنك كده الفراخ المندي علشان خاطر اب محمد السحات ونصر عسكر. على عيني على عيني. ومصطفى اللول وخالد اللول علاء اللول ومصطفى ديان. تعال شباب صباح الفل كده. هنا زي ما حضرتك كده شايفين حطينا شويه طماطم، ادي عندي ميه بتغلي، بس ادي العدس اهوت، ادي الحمص عشان كله يستوي مع بعضه اهو. ادي طيب كده. لسه عايزه بقدونس وعايزه كزبره خضراء بس تشتغل مع بعضيها تغلي اهو وتبقى زي الفل. طيب كده حاول نحطها في حله عشان نغطي عليها. ست مشيره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل. ازيك يا استاذي؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. بعودة الايام يا ست الكل. بقول لحضرتك انت راجل ممتاز ممتاز ممتاز، وانا عن نفسي ما يعني ما بتفرجش الا على حضرتك. الله يبارك فيك يا فندم. ولما كانت امي يعني كنت حضرتك بتيجي في التلفزيون، امي كانت بتعزك جدا جدا جدا. ربنا يخليها لك يا حبيبتي. ما تمكش كلام اي حد. ربنا يخليك يا فندم. ربنا حضرتك منور الشاشه وكل حاجه بتعملها جميله ولذيذه. كل سنه وانتم كل يعني انا دلوقتي عايز اقول لحضرتك حاجه. نعم. يعني كل يوم بلبس لكم جاكيت اسود وجاكيت ابيض وجاكيت احمر. طب اعمل لكم ايه اكتر؟ ونضاره وساعه ومكلف نفسه جايب طقم اسود اهو. يعني طب انتوا عايزين ايه؟ لا اراضيكم ازاي بس؟ طيب انت راجل قمه وكلنا بنتعلم منك. الله يكبر بخاطرك ويخليك ليا يا ست الكل. ربنا يبارك لك. كل سنه وحضرتك طيب. طب ليك اي سؤال عندي يا حبيبتي؟ لا كل سؤالي لحضرتك انك انت ما تتضايقش من اي حاجه ابدا ابدا والله ابدا. لا 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 بالعكس بالعكس، ده انا فرحان ان في. لا بص حضرتك، لو مفيش نقد يبقى مفيش نجاح. مش هقول لك اكتر من كده. لو مفيش نقد سي بي سي سفره معروفه على مستوى العالم دلوقتي بالكاست اللي فيها، بالناس اللي فيها، بامان رفعت، بكله 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 معروفين مين هم الناس اللي موجوده. الحمد لله الحمد لله. احنا ما بنتكلمش بنقول، ما انا مش بقول لك في مصر، احنا بقول لك على مستوى العالم. الحمد لله احنا دلوقتي متقدمين وحلوين جدا ولينا نسبه مشاهده عندنا الحمد لله فضل وعظم الله. فلو ما كانش فيه نقد يبقى ما فيش نجاح. وبشكر ست الكل اللي اتكلمت على ظهوري على الشاشه كتير. طيب كده هنا يبقى. نعم يا فندم. عايز فاصل؟ حاضر نديك فاصل. المخرج قال لي اطلع فاصل، فاصل وانا اطلع تاني وارجع لحضرتكم تاني وبص على اللهم صل على النبي. شفت يا عم؟ بص يا عمي قبل ما تطلع خش على ايوه ايوه. يلا جميل هناخد فاصل وارجع لكم تاني. اقعد غير المحطه وارجع تروحوا في حته. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل وبنغرف الكسكسي اهو زي ما حضراتكم كده شايفين. البطاطس والقرع العسل والبتنجان والجزر والكوسه، وادي الريش اهي عشان المخرج بيقول لي انت مخلي الريش ليه؟ انت هتاكلها ولا ايه؟ ظالمني عم هشام كده معايا. عم هشام ظالمني كده. ايه رايك كده يا اتش؟ طيب كده ننظف بقى الليله كده عشان ايه يبقى شكل حلو قدام المخرج بتاعي. لكن ادي بقى شويه تحابيش كده اهم. اهم حاجه عندي حبه الحمص دول.
لازم الصوص ده اللي عندي الفاضل ده لازم احطه في طبق جنبي وانا باكل عشان خاطر اهو يبقى جنبي وانا بفطر. نجيب ده كده الاول ونحط ده كده. البستيلة طلعت يا جماعة لكن انا ما قفلتهاش لان ما اقدرش اقفلها دلوقتي لان السكر البودرة ممكن يسيح يبقى شكلها مش عاطفي. اهو ده الصوص الزيادة اللي عندي. طيب يبقى نطلع كده دي اهو خلاص الم الليله. ده الصوص بتاعي جنب الكسكسي اللي بالريش الضاني ونشوف بقى البستيله اللي على الطريقه المغربيه. عندي قمر الدين مش قمر الدين ده اسمه. طب دي اقلبها ازاي؟ دي شغلانه. نعم يا فندم. ست ميرفت صباح الخير يا شيف. هي صباح الفل على ست ميرفت. ازاي حضرتك؟ كل سنه وانتم طيبين. انا بخير طول ما حضرتك بخير وصلت البرنامج كلها. الله يخليك يا فندم. كل سنه حضرتك طيبه بعود الايام. وانت طيب وبالصحه والسلامه. صباح الخير لكل فريق العمل الموجود مع حضرتك. معانا ابنك الجميل ربنا يخليه هشام الغالي ده ربنا يخليه رب. ربنا يخليه كلكم. وبصبح حبيت اصبح عليكم كلكم واقول لحضرتك كلمتين. يا ريت حضرتك بس ايه ما تاخدش على خاطرك من اي حاجه. انت عارف خلي اللي يقول يقول والرك على اللي بيتعمل اللي بتعمل فوق العاده وفوق الوصف. يا ريت حضرتك تزود. حضرتك مقفر احنا عايزين الافوره دي. ده زيادة احنا عايزين الزيادة كل يوم. ماشي احنا عايزين نشوف كل دقيقة وكل ثانية مش كل يوم. ده احنا ده مطلب يعني لكل جمهور سي بي سي وكل جمهور شيف شربيني بيحبوا يشوفوك في كل وقت وفي كل توقيت مش اوفر ولا حاجة. ده هو ده العادي واللي هو اللي احنا كنا بنطلبه. ما انساش في يوم من الايام قلت حضرتك لو تفتكر يا ريت شيف شربيني يكون البرنامج كل يوم. قلت لي ما خدش اجازة من النرفز. قلت لك انت ما بتاخديش اجازة في شغلك. قلت لك باخد اجازة بس حضرتك ما ينفع تسيبنا يوم احنا كده بنزعل لما بنشوفش حضرتك في يوم البرنامج. ربنا يكبر بخاطرك يا مدام ميرفت يا اصيله. والله العظيم ثلاثه ما بجامل اقسم بالله ولا ليه يعني انا ما لا اله الا الله. لا اله الا الله. اقسم بالله كمان مره انا لا عندي مجامله خالص. انا بدي حضرتك اقل من حقك. ده اللي انا بقوله لان انا عارفه حضرتك والفريق العمل بتتعبوا قد ايه من اخراج وانتاج واعداد وكل الكاست كله ما شاء الله عليكم بتقفوا على رجليكم ومن قبل الهوا بساعتين ثلاثه ومن بعد الهوا. حرام ان الواحد يدي للناس حقها. ده شغل بروفيشنال 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 ما حدش يقدر يتكلم فيه. والله العظيم والله العظيم قاعدين بنصلي الجمعه وعينينا على الساعه. يعني انت متوب بينك وبين ربنا المفروض تنسى الدنيا وتنسى كل حاجه في الدنيا لكن برضه من خوفنا ربنا وخوفنا يعني برضه بنبص في الساعه واحنا قاعدين بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان خايفين على شغلنا. زي ما هو العمل عباده والصلاه عباده برضو احنا برضو بنقول يعني يعني شوف بقى مدى الخوف برضو. ببقى قاعد بصلي قاعد عند يعني بين ربنا وبين ايد ربنا وبنبص في الساعه عشان عملنا مش اكتر من كده. لكن في ناس بتتنح ما بتفرقش عندهم عمل ولا حاجه ولا كلمه. سلميها لله. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. كده هنغرف الشوربه بتاعتي اهي وادي عصير التمر هندي اهو عصرته. طبعا لازم اغليه في الميه او بنقعه في الميه للصبح. بعد كده بصفيه بحطه كده اهو. ده التمر هندي بيبقى جميل جدا على الفطار. بقول لك تمر ولله الامر. تمر ولله الامر. اغرف بقى الشوربه كده اهو عشان المخرج عايز يديني ايه بحاجه في وشي. بيقول لي انت كده اخرتني. الراجل عنده شغل تاني في قناه بره مش هقول عليه عشان ما ازعلش مني. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه شويه البقدونس والكزبره هحطهم على الوش وهي طالعه اهي لان لازم تاخد شويه بقدونس.
كده يعني. وانا بقى بقفل الشغل على الرأي عم الحاج، انا عارف ان وجعت دماغكم النهارده. بشكر ست الكل اللي هي زعلانه من وجودي، والله كل سنه وانتم طيبه بعودة الايام، ربنا يكبر بخاطرك زي ما بتكبري بخاطرنا. بشكركم على حسن متابعتكم، نشوفكم كل يوم ان شاء الله على خير وبركه. السلام عليكم.